فنبدأ بأخبارنا الاقتصادية بتصريحات ورسائل وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية. والبداية من مداخلة الرئيس خلال كلمة القائم بأعمال رئيس الوزراء ووزير الإسكان مصطفى مدبولي. الرئيس أكد أن الإنجازات الحالية رد قوي على كل من توقع عدم قدرة الدولة على توفير 1,000,000 وحدة سكنية عند الحديث عن مشروع عن ذلك المشروع منذ 4 سنوات. احنا من 4 سنين كنا كلمنا على مشروع لبناء 1,000,000 وحدة سكنية في مصر، وكان ساعتها التحدي ده او الرقم ده كان رقم كبير قوي بالنسبة وناس كتير قالت مش ممكن ابدا هنقدر نعمل الرقم ده في المدة ال4 سنين دي. اول نقطة. انا عايز اقول لكم ان يمكن في ارقام اتقالت هنا وفي ارقام مش موجودة هنا، يعني في المدن الجديدة بالكامل مش محسوب الاسكان اللي معمول فيها واللي شغال بالفعل، يعني ممكن يعني بمنتهى التواضع احط 200,000 او 250,000 وحدة سكنية اخرين موجودين، يعني ما تحطش هنا ال 52,000 وحدة بتوع الاسماعيلية الجديدة على سبيل المثال، ما تحطش اللي في شرق بورسعيد. انا بقول النقطة دي ليه؟ لان احنا لما يعني جرينا الجارية ديت في الوقت دوت، عايز اقول لكم حتى في مشاريع الكباري والانفاق والمحطات والكلام ده، احنا كنا حريصين ان احنا نعمل في باقصى معدل ممكن، واي رقم من الارقام اللي ذكرت كتكلفة مالية انا بقول لكم لو عايزين نعمل ده دلوقتي ممكن، يعني الكوبري الاخير 306 مش كده؟ ولا 360؟ 306. الرقم ده لو انا عايز اعمل الكوبري ده النهارده انا متصور انه ممكن يكون قد الرقم ده مره كمان.